مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برجع مع حضراتكم مرة تانية في حلقة جديدة ويوم جديد من أيام المحترف. النهاردة حلقة نهاية الأسبوع إن شاء الله، حلقة دسمة كالعادة، هنتكلم فيها في عدة محاور. هنرجع تاني للدوريات الأوروبية، وهنركز على الدوري الإنجليزي، هنركز على الدوري الأسباني. طبعا بعد متابعتنا الكبيرة كشعب مصر كله محب كرة القدم لبطولة الأمم الأفريقية، كمان هيكون لنا معاه حديث، وكمان على مستوى النادي الأهلي الممثل الأكثر تمثيلا لبلده لمصر، الأهلي ممثل لمصر في طبعا كأس العالم للأندية. هنتابع كمان إن شاء الله استعداداته من خلال مباراة إن شاء الله بإذن الله، مباراة أكيد مباراة صعبة أمام فريق كبير الهلال السعودي على المركز الثالث على البرونزية إن شاء الله، ويكرر إنجاز السنة اللي فاتت والنادي الأهلي يحصل على البرونزية، لكن أكيد المباراة صعبة، هيكون لنا حديث كبير عن هذه المباراة. قبل ما نخش في تفاصيل الحلقة وأخبارنا النهاردة، خليني عايز أتكلم مع حضراتكم عن تجربة منتخب مصر، وطبعا خسارة النهائي الأفريقي أمام منتخب السنغال. خلينا نتكلم بكل أمانة، في أكيد دروس مستفادة، دروس مستفادة على جميع المستويات. خلينا نتكلم الأول على المستوى النقاد، على المستوى الجماهيري، على مستوى الإعلام. أكيد الدروس المستفادة إن منتخب مصر رجع تاني يجمع كل الناس ديت، كلنا في يمكن بعد مباراة دور المجموعات، بداية من مباراة سهل العاج، أنا حسيت كواحد وحطيت نفسي من ضمن الجماهير، من ضمن محبي طبعا، وكان ليا الشرف ألعب مع منتخب مصر يمكن 14 سنة 15 سنة، لكن كنت في صفوف الجماهير، حسيت بالروح الكبيرة جدا والالتفاف الجماهيري اللي يمكن أنا حسيته في 89 أيام ما لعبنا مباراة نهائية أمام منتخب الجزائري للوصول لكأس العالم في 98، وفي 2006 2008 2010 الروح دي رجعت تاني، الروح الالتفاف حوالين المنتخب المصري، بداية من مباراة سهل العاج مرورا بمباراة المغرب، وكمان أكيد في المباراة أمام المنتخب الكاميروني والمباراة النهائية. خلينا نتكلم الدروس المستفادة ونعمل إيه للي جاي. اللي جاي أكيد هو أهم طبعا، كلنا يعني زعلانين، ما فيش شك كلنا زعلانين على خسارة طبعا المباراة النهائية. لما تعمل مشوار طويل جدا جدا وتوصل للمباراة النهائية وتخسر كمان بضربات الجزاء، أكيد بيكون في زعل على المستوى طبعا الجماهير، على مستوى النقاد، كمان على مستوى اللعيبة، اللي يمكن بعض اللعيبة يمكن خسرت 2 نهائي في 3 نسخ ماضية، نتكلم على 2017، نتكلم على النهائي أمام المنتخب الكاميروني وخسارة 2-1، كمان على مستوى هذه البطولة والخسارة من السنغال. اللي جاي وده الأهم، دايما احنا بنقف فترات طويلة جدا جدا عشان نشوف ايه اللي جاي، لكن ما عندناش وقت. خلال شهر ونص هيكون عندنا معركة تانية، وانا بقول معركة تانية لان هتكون فعلا يعني كلمة الصقر ديت في الكورة مش عيب، خلي بالكم الريفنج دايما موجود، واحنا لما كنت بلعب في ألمانيا دايما بيكون في كلمة الريفنج، المدربين بيكرروا الريفنج ان هو الثأر، والثأر دوت اعتقادي بيكون عامل محفز جدا جدا لكل اللعيبة ازاي نستعد بشكل كويس لمباراة فاصلة، مباراتين امام المنتخب السنغالي، المنتخب قوي جدا للوصول لكأس العالم. خلينا نتكلم معاكم بكل امانة، يعني بكل امانة بنتكلم ان المنتخب السنغالي يستحق الفوز بالبطولة، وخاصة في المباراة النهائية. طب احنا نستفيد ده من ايه؟ يعني نستفيد من البطولة كلها ايه؟ على المستوى الشعبي، على مستوى النقاد، خلينا بنفس هذه الروح، ما تخسرش الروح، الدوري راجع. كلنا بنتمنى طبعا، كل واحد بيشجع ناديه وبيقف ورا ناديه، لكن على مستوى النقد، على مستوى الاعلام، خلينا بهذه الروح، روح المسانده الكبيره جدا جدا لمنتخبنا ان شاء الله للوصول لكاس العالم. طيب على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الجهاز الفني بيعمل ايه؟ اكيد خلينا نتكلم كمان ان المباراه النهائيه امام المنتخب السنغالي، بدايه هاخد المنتخب المصري من بدايه سهل العاج لغايه المباراه النهائيه، منتخب رائع، ولكن رائع في الاداء الرجولي، الروح القتاليه الكبيره جدا جدا اللي ظهر بها اللعيبه، اصابات كتيره جدا وظروف صعبه جدا مر بها منتخبنا، لكن كانوا ابطال في الملعب، بنقول ابطال على مستوى الروح، على مستوى الاصرار، على مستوى الاداء. لكن خلينا نتكلم بكل امانه، طب لما نحلل على مستوى الكوره احنا مستوانا فين؟ لما نحلل على مستوى الاداء امام المنتخب السنغالي في المباراه النهائيه ككوره بقى، نتكلم ككوره احنا كان مستوانا ايه؟
اعتقادي الشخصي كان منتخب السنغال على مستوى الكرة كان هو الأفضل خلال ال 120 دقيقة اللي لعبها، مفيش شك كان هو المسيطر على المباراة بشكل كبير جدا، هو اللي بيحاول يصنع الفرص، صنع فرص كتيرة. في اعتقادي الشخصي ان المنتخب المصري خلال بطولة افريقيا على مستوى الأداء الدفاعي لا بأس به. على مستوى الأداء الدفاعي ظهر نجوم كبار زي محمد عبد المنعم، فتوح، ما ننساش دور حجازي، الونش، نتكلم على ابو جبل وكان قبليه محمد الشناوي، وبنتكلم على عمر كمال، يعني منظومه دفاعيه، خط النص رائع في الحاله الدفاعيه، لكن ينقصنا بشكل واضح وصريح الحاله الهجوميه للمنتخب المصري. كيف تستغل امكانيات محمد صلاح، مصطفى محمد، مرموش، بتتكلم على رمضان صبحي، بتتكلم على محمد شريف، بتتكلم على عناصر كتيره جدا جدا ممكن تكون ادائها الهجومي افضل. كل ما فعله محمد صلاح او كل ما فعله المنتخب المصري في الاداء الهجومي كلها فرديه، محمد صلاح لما ظهر بشكل اكثر من رائع كلها اداء فردي، مهارات فرديه من محمد صلاح، امكانيات فرديه لمحمد صلاح. يعني السؤال اللي بيطرح نفسه، احنا استفدنا فعلا من امكانيات محمد صلاح؟ اعتقد على المستوى التكتيكي، على مستوى شكل الفرقه، ساعدنا ان احنا نطلع طاقات محمد صلاح؟ يعني الاجابه في اعتقادي لا، محمد صلاح ادى بشكل فردي على مستوى اكتر من رائع. مصطفى محمد مهاجم اكتر من رائع، هل استفدنا من امكانيات مصطفى محمد على الاداء الجماعي؟ برضو الاجابه لا. حتى عمر مرموش اللي بعض الناس بتقول ما ظهرش بمستوى جيد جدا، لكن امكانياته اكتر كتير جدا من اللي ظهرت، فدوت كمان علامه استفهام. نتكلم على أدوار محمد شريف، هل استفدنا من محمد شريف هداف الدوري المصري ومن أفضل المهاجمين على مستوى الدوري المصري؟ الإجابة برضو لا. هل استفدنا من حتى خط النص الهجومي؟ كان عندنا بلاي ميكر، عندنا صانع ألعاب يكون يقدر يعمل حلقة الوصل ما بين الحالة الدفاعية والحالة الهجومية؟ أكيد برضو الإجابة لا. هل استفدنا من تقدم احد وسط الملعب؟ بنتكلم على حمدي فتحي، عمرو السوليه، بنتكلم على النني، بنتكلم على زيزو، بنتكلم على مهند لاشين، هل استفدنا من امكانياتهم الفنيه على المستوى الهجومي؟ في اعتقادي برضو لا. احنا عارفين كمان زيزو لعيب مميز جدا في الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه، هل استفدنا من اللعيبه دي على المستوى الهجومي؟ ده اللي لازم نشتغل عليه، وده يعني اعتقد مهمه ضرورية جدا جدا للجهاز الفني للمنتخب المصري، انه يشتغل على الحالة الهجومية للمنتخب المصري. اكيد شخصية المنتخب المصري رجعت، اكيد زي ما بنتكلم ان منتخب مصر منتخب كبير جدا، منتخب لغاية دلوقتي هو حامل اللقب رقم 7 على مستوى البطولة الافريقية، افضل منتخب على مستوى التايتل، على مستوى الفوز بهذه البطولة. لكن علشان نواجه أنفسنا بشكل صريح، إحنا عندنا قصور في الحالة الهجومية، وعندنا قصور واضح جدا في عمليات الترانزاكشن، الحالة إنك بتنقل من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بشكل سريع. مش لازم نعتمد كله على محمد صلاح وسرعاته، لا، لازم يكون في شكل معين، في سيستم معين لازم نلعب بيه. منتخب السنغالي ظهر بالسيستم دوت، المنتخب السنغالي كان متواجد بشكل كبير جدا جدا في نص ملعب منتخب مصر، ازاي احنا نشتغل على ده؟ ازاي ان احنا نعمل البيلد اب سريع، ان احنا نبني من تحت بامكانيات لعيبه كويسه جدا عشان نبدا نعمل هجمه منظمه. فتاني بقول على مستوى الروح، على مستوى الأداء البطولي، على مستوى الإصرار والعزيمة، شابوه للمنتخب المصري، شابوه للعيبة والجهاز الفني، رغم الصعوبات الكبيرة جدا اللي واجهتنا قدروا يعملوا ويوصلوا لمباراة نهائية كنا نتمنى نفوز بهذه البطولة. لكن لما بنتكلم كورة لا، عندنا شهر ونص، واعتقادي الشخصي كمان من خلال يعني اتصالاتي هيكون في معسكر طويل للمنتخب المصري، أعتقد أكتر من 13 يوم، والدوري ممكن جدا يتوقف في الفترة دي كلنا ورا منتخبنا، ان احنا نصلح الاجزاء دي، نحافظ على الشكل الدفاعي بشكل جيد جدا، لكن كمان الاداء الهجومي لازم يتطور، ويتطور بشكل سريع وبشكل جيد ان شاء الله، علشان تكون مباراتي السنغال الاولى ان شاء الله هتكون في القاهرة، والتانية هتكون في دكار ان شاء الله تكون بوابة الوصول للمونديال بإذن الله.